استعرض مشاركات حضراتكم بالنسبة لتوقعاتكم والرسالة اللي ممكن كنتوا قلتوها للاعبي النادي الأهلي في بداية الحلقة. نبدأ بمحمود ناصر، قال رجالة وأبطال، وإن شاء الله عندنا الثقة فيهم وهنحقق الخماسية ونعمل شغل كويس في المونديال بإذن الله. طيب محمد السيد قال الخمسة رجالة إن شاء الله، لازم الجيل ده اسمه يتكتب في التاريخ جنب جيل العظيم جيل مانويل جوزيه. أستاذ مصطفى بيقول أمامهم فرصة تاريخية عشان تسطروا أسماءكم في سجلات القلعة الحمراء. طيب نستعرض برضو بعض الرسائل الإيجابية من جمهور النادي الأهلي. حساب باسم مكة المكرمة، كونوا يعني مصدر فرح وسعادة إلى جماهير النادي الأهلي في كل الطولة. أستاذ مصطفى أيضا ليه تعليق تاني، قال الكاس يا أهلي، والورداني بيقول الكاس يا أهلي. في تفاؤل بالنسبة للمرحلة الجاية والجماهير بتوجه رسائل إيجابية، وزي ما قلت لكم النتائج اللي اتحققت الفترة الأخيرة ادتنا يعني مصدر ثقة وقوة إن الموسم اللي جاي والفترة اللي جاية في تحدي مع جهاز فني متميز واختيار رائع بقيادة بيتسو موسيماني. حقق الثلاثية في جنوب إفريقيا ويسعى لتحقيق الثلاثية في مصر مع النادي الأهلي نادي القرن.